هبطت لواحد عاود يعني لا وكاين عاوتاني اللي خايبه هو دوز من حداك فرصه واعره وتزقرا وتضيع وتدي فوفيك هذه فوفيك بطبيعه الحال مشكله لاعبان كان جنبا الى جنب داخل فريق فتح الرباطي هذه كره المباراه المخرج يعيد اكثر من مره وشاهدوا غضب 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 كبير لمصطفى الشيخ رشيد الإدريسي واش مع أنه مفردات أخرى تلتحق باللهجة المغربية ولينا كنسمعوا الصات الصاتات التويشية المقراج ولا التويشية ولا داك التويشية اللي كان اللي كان انت واش تشوف هذه إضافة للهجة المغربية ولا ممكن تكون ماشي باللهجة المغربية لا ضد اللهجة المغربية لأنه غادي نقول لك علاش باش نمشيو باللهجة ديالنا بعيد خصنا أولا نبسطوها وباش تبسطها داكشي علاش قلت للاخت مريم هو انك كتختار الالفاظ اللي كتستعملهم في مثلا في الكلمات داك النهار انا كنت كنتفرج ونقز لك واحد شويه من الغناء الفن عموما وخصوصا في التمثيل فكرت واحد الفكره داك النهار وهذه علاش الليله كانوا الناس مخرجين او منتجين في الاستماع علاش اللي ما نديروش مسلسل مغربي اولا نشدوا مثلا هذوك المسلسلات اللي كنديروا لهم ديك الدبلاجه باللهجه ديالنا ولكن ديك سمحوا لي اونتر بارونتيز الهضره ديال الزنقه نديروها باللهجه اللي هي تكون نقيه وزويونه يعني كيكون واحد لو سوبتيل ميلونج كنخلطوا ما بين الدارجه واللغه العربيه ونوصلوها نوصلوها للعرب لانه مع العلم تمسكت تتمكن بمعنى نعطيها لهم هكا نعطيك مثال صغير عبد الوهاب الدكاري عبد الهادي بالخياط سي محمد الحياني الله يرحمه بزاف ديال الفنانين واللائحه راه طويله راه وصلوا للعالميه راه كانوا الناس ديال الخليج كيامنوا بهذه الفنانه هذه وكيسمعوا لهم الاغاني ديالهم وحافظين الاغاني ديالهم كاينين فنانه خليجيين اللي هما معروفين داروا دي توب داروا دي سوكسي باغاني مغربيه اغاني بدارجه مغربيه الو حسين جسمي اولهم زعما نبيل الشعيب راه كيف هضرنا عليها قبيله راه صناعه الثقافه هشام راه الا ما شتي الثقافه اليوم الا ما دخلناش بها ما مولاتش عندنا كصناعه ولينا كنصنعوا ثقافتنا بيدينا ونزيدوا بها لقدام راه ما عمر ما حد ما يجي عندك شي واحد يدق عليك يقول لك اعطيني المسلسل ديالك بالدارجه راه خصك انت اللي تصوبه ولكن تصوبه بدارجه اللي هي كلشي تقريبا يفهمها نخلطوا شويه ديال الفاظ نخلطوا سميت يمكن لي كاع مثلا باش نبسط واحد شويه على داك المشرقي نقدر ندخل كلمات ديالو لانه حنا كنفهموا الكلام ديالهم نتفادى داك الكلمه الفرنسيه في اللهجه مثلا فوالا اكزاكت دونك نهضروا الدارجه ديالنا قحه زويونه مع واحد الخليط زويون مع اللغه العربيه وغادي نزيدوا لقدام الا بقينا كندخلوا بحال هاد الكلمات اللي قلتي سات تويشيا سطات دمدومه داكشي كتسمع لك شي خطير انا بعدا ما عنديش في المصطلحات ديالي في الهضره ديالي اليوميه هذه ما كان كتلقى مع واحد كيقول لك فينا العود العود واش العود راه سوي ديزولي هي كيقول لك العود راه لا راه زعما راه معنا ديال الرجوله وقول لي فين غبرتي يا صاحبي صاحبي فوالا دونك كنخليو شي حوايج اليوم ديالنا وكنبداو كنختارعوا شي حوايج اللي ما فايديننا بو